شايف واحد من نجوم تونس وهو بيلعب في مصر، واحنا كمان بنعتبره في النادي الاهلي انه خلاص يعني مصري، نظرا للتالق الكبير ليه والشعبيه وحبه للنادي الاهلي، علي معلول. شايف علي معلول ازاي واداؤه مع النادي الاهلي وحب المصريين ليه؟ هو علي معلول مشرف الكره التونسيه دائما، كان هو في بدايته لما كان في نادي الصفاقسي كان ممتاز جدا، وكان دائما يعني كل الرياضيين وكل الجمهور يشيد بامكانياته. ولما انتقل الى مصر للاهلي بالذات يعني نجمه صار اكبر، وتعامله مع الكوره وتعامله مع كل التفاصيل زاد، وصار من المحترفين اللي شرفوا الكره التونسيه صراحه. يعني علي معلول معبود الجماهير التونسيه ومعبود جماهير الاهلاويه بالذات، ويعني شرف لينا احنا كتوانسه وكرياضيين تونسيين ان يكون عندنا لاعب بقيمه علي معلول ينجح في نادي كبير، نادي القرن، نادي كبير مثل الاهلي، ويكون مكانته كبيره في قلوب كل جماهيره. فطبعا ان شاء الله ربي يكون في عونه، واكيد يعني صعب انه يعني نقول انه علي يعني الموقف نتاع علي كتونسي ويلعب لالوان الاهلي، فلازم يكون قد المسؤوليه ولازم يكون يشرف الكره التونسيه ويشرف الاهلاويه كذلك، لانه هذا نهائي، ونتمنى له توفيق وكل اللاعبين صراحه من كان من الاهلي او من الترجي ان شاء الله يمتعونا يوم النهائي ان شاء الله.